إذن أتابع هذا الموضوع معي من الرياض سيد أحمد القايدي، رئيس البحوث الشرعية في شركة جدوى للاستثمار. أولا أنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج، ودعنا في البدء نتعرف ونقف على علاقة الوقف بالاستثمار. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لك استضافتك الكريمة. الوقف وعلاقته بالاستثمار لا شك أنها علاقة قوية ومتينة، أولا لأنها تعنى لأن طبيعة الوقف لا يقوم ولا يدوم إلا باستثماره وتطويره. فتعلمون أن صناديق الوقف هي من الصناديق التي يتم فيها الدمج بين الفكرة الاستثمارية والحكم الشرعي وهو الوقف. فقبل أن أبين العلاقة أحب أن أبين ما هو الوقف أصلا في الأمور الشرعية أو في الحكم الشرعي. الوقف حقيقة هو أداة من الأدوات تفعيل المسؤولية الاجتماعية بين الناس. فالشريعة الإسلامية عندما جاءت وضعت بعض خطوط الدفاع للمسؤولية الاجتماعية. الخط الأول هو الزكاة، فالزكاة عبارة عن حكم شرعي وواجب إلزامي على جميع من يملك النصاب يخرج هذه الزكاة سنويا، وهي ركن من أركان الإسلام. فعندما أوجد الشرع هذا الخط الأول تبعه بخط آخر وهو شبيه به من جهة، وهو الوقف، بحيث من يريد أن يوقف ماله لا يجب عليه ابتداء أن يوقف ماله، لكن إن وقف ماله لله عز وجل أصبح ذلك واجبا شرعيا يجب أن يكون دائما وأن يكون لله عز وجل. فالوقف هو إخراج مال من عند المكلف لله عز وجل حتى يبقى ويدوم ويصرف فيما أوقف له من أموال. فالعلاقة بين الاستثمار أنه كلما كان الاستثمار قويا في هذا الوقف كلما نتج عنه أرباح وعائدات وريع قوي أيضا، وكلما أهمل استثمار الوقف وسواء إذا كان أصلا عقاريا فأهمل بصيانته أو أهمل بمتابعته فلا شك أن الإيرادات والأرباح سوف تقل. فكلما تم الاستثمار في الوقف بطريقة فاعلة وقوية كلما كان العائد والثمرة المرجوة من هذا الوقف أيضا قوية. جيد سيد أحمد، لكن يبدو أن الوقف عبر وزاراته المتخصصة وعبر تشريعاته ونظمه يعاني حسب الكثيرين في هذا التوقيت، وهناك مطالبة بتدخل حكومي لإنقاذ الوقف من حيث النظم والتشريعات والقوانين حتى يعود له بريقه، خاصة أنه قد فقد الكثير وأصبح الأشخاص الذين يتجهون هذا الاتجاه أيضا يقلون في ظل هذه الظروف. هل هذا الحديث دقيق في تقديرك؟ نعم، في جزء منه دقيق، وهو عدم وجود ثقافة قوية أو تشريعات تحمي هذه الأوقاف. فغالب ثقافة الناس الموجودة في الوقف أنها تكون على مسجد أو بئر أو مصحف وما أشبه ذلك، لكن ثقافة الوقف الذي له أثر على المجتمع كأوقاف المدارس والجامعات والأوقاف التي لها أثر مباشر على الناس وتحمل رؤوس أموال قوية جدا، غالبا تكون هذه الأوقاف أو هؤلاء المستثمرون يخشون من وقوع هذه الاستثمارات أو الأوقاف تدخل في بيروقراطية الحكومات والتنظيمات والتشريعات. وغالبا الواقف الذي أوقف مالا لله عز وجل ينشغل عنه عادة، فأصبحت الثقافة أن الوقف هو مال مهمل لأنه لا يوجد له رقابة قوية ولا توجد له تنظيمات وحوكمة وشفافية تتابع هذه الأوقاف وتقويها. فالآن بدأ هناك كثير من التفكير حول كيفية إخراج الوقف وتفعيله بطريقة قوية جدا. الناس تجاوزت فكرة الوقف عن طريق أصل عقاري يوقفه وينتظر ريعه نهاية كل سنة ويصرف. الناس الآن تتوجه إلى أفكار وقفية لها عوائد قوية وأيضا تساعد في تنمية المجتمع سواء في المجال العلمي أو الطبي أو أي مجال آخر. ولذلك كلما كانت هناك توجد حوكمة على هذه الأوقاف وتنظيمات ولها هيئة مستقلة ولها تشريعات وأدارت بطريقة محترفة. احترافية. صحيح
صحيح محترفة يعني كالقطاع الخاص. نعم. فلا شك أن الوقف سيثمر ويتشجع المستثمرون في إيقاف كثير من أموالهم لله عز وجل. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.